باش يرحب به في طريقته بركن مع الضيف. الضيف ذا جانا في يعني في شكل يعني مفاجأة سعيدة، وهو من الوجوه الإعلامية والوجوه الفنية والإعلامية البارزة في ولاية القيروان. نحب نرحب به ترحيب خاص وحار ونقول له مرحبا خويا زبير العياري، مرحبا بك. مرحبا بكل السادة المستمعين أو في الحياة أفهم. أنا منذ داخل الكواليس نسمع في صوت ملاك يا ملاك. أيوة. ما شاء الله صوت جميل جدا لهذا مقام البياتي. مقام البياتي مقام جميل جدا، وخاصة نعم. خاصة رضا القلعي لحن الهادي القلان. أكيد. فهمتني؟ ملك يا ملك. أيوة. أنا روحي فداك يا ريت أنا معاك. ملك يا ملك، ملك يا ملك، أنا روحي فداك يا ريت أنا معاك. ملك يا ملك، ملك نغني عليك يا ملك، وبشعري نوصف فيك يا ملك. ملك نغني عليك وبشعري نوصف فيك يا ملك. هك عذابي يرضيك وانا اللي بهواك. ملك يا ملك، يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. يا سلام. الله 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 يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. الله 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 الله. برافو برافو سيدنا، بارك الله فيك خويا زبير. اكتشاف اقسم بالله اول مره. يعيشك مرحبا بك. محلى صوته، يعني المستمعين يعرفوه فيك التقارير. ليه؟ التقارير اليوميه وفي اللي عنده برنامج نهار الخميس. لمسة وفاء. لمسة وفاء. هي راب. تبارك الله عليك. انا منذ الصغر مغروم بالموسيقى، وانا من الجينيراسيون تاع زين الحداد. نعم. محمد بوغله. ايه. ومحمد القضامي وعزيز الخضراوي، وكنا قبل نشاركوا مع الله يرحمه نعم سي محمد المكني. سي محمد المكني يرحمه نعم. سي محمد المكني. وكنت نغني في التونسي، انا كنت نغني في الشباب المدرسي، نغني في التونسي، نغني يوسف التميمي، نغني الهادي قلال، نغني الكرم محمود. اه كرم محمود. يا حلو ينادي لي. اي وشو ما نادي لي. يا حلو ينادي لي. عندي حرير هين دي والطوب على يدك. لا 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 نوستالجي، يعني ذكرنا الايامات الحلوه الحصره. صحيح. يعطيك الصحه. انا والله قبل كل شيء نحب نثمن البرنامج هذا، خاطر برنامج ممتاز جدا. العفو ربي يفضلك. ومقتنش مع المقامات، خاصه المقامات التونسيه. المقامات التونسيه نحبوها برشا. اغانينا راهو عندنا فنانين مبدعين ممتازين. كما كنت نحكي مرة أخرى الكمانجاتي الكبير الله يرحمه على السيد القلعي، عندنا زاد السيد عبد الله. إيه؟ عندنا زاد أيضا بشير سالمي. بشير سالمي. ونذكروا برشا فنانين، راهو عندنا برشا فنانين قراوة راهو مزيانين برشا. كان ذكرش زاد سلاح الزرقاء، ذكر أبوه زاد بيك حمود الزرقاء. حمودة يرحمه. بيك حمود الزرقاء كان نعم. يضرب على البيانو، والنصر ولده بالدربوكة. الله يرحمه. كان عندنا فنانين، وزال عندنا فنانين، وزال عندنا الفن والحمد لله. كي نشوف صدقة ثريا والله عندنا برشا قراوة تبارك الله معناها والحمد لله. تو شوف خويا الزبير تفاعل معاك، تو أكثر البرامج الموجودة تو في الإذاعات الكل تلقى يحكيوا على الموسيقى المتطورة، الموسيقى الجديدة، وميوزك لايت ولايت ميوزك وهيلثي ميوزك وكذا وكذا. صحيح حلوين جميلين عندهم الشباب اللي تبع فيهم، لكن يا اخي زاد الناس تحب تسمع الحاجه الزمنيه والزمن الجميل والحاجه كونسيستانت، واللي فما الناس عندها مستمعين لازم نعطيهم حيز من الزمن. ما فيش شك، واحد الاظن نتاعو فين شنفت اظن نتاعو فين تربي هذيك الاظن هذيك. نحن تربينا على الاظن الاشنيه اظن هي الفن الطربي، الفن الاصيل، الفن خاصه كي يكون تونسي يكون شرقي.
وفيه معناها الكلمات واللحن. صحيح. هو حتى شبابنا راهو سي سفيان ما نقولوش الجمهور عايز كده، لا أيوة. الجمهور مش عايز كده لانه شفنا في القيروان في ربيع الفنون بالقيروان أيوة. وقت جاء صباح فخري كي ترمي المساك تسمع حسو، معناها الناس كلها مركزه مع صباح فخري، سميعين الناس، معناها الجمهور اللي تعطيه صحيح تسمع، مش الجمهور يحب راهو، اما يلزم شبابنا حتى الصغيرات راهو حتى اللي عمره 6 سنين و7 سنين يزمك تعودوا على الأغنية المزيان الراقية، معناها ما تقولش هذا هو والتيار جرفنا، لا 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 ما جرفناش التيار، شبابنا انت واش تسمعوا شبابنا، انت واش تعطيه تصديقا لكلامك نقري في درس في سنة 9 حول الموسيقات العالمية، سمعت تلامذة ميوزيك متاع ياني كهو ذاك نهار وذي نهار مشي بعد عامين ولا ثلاثة نقا وليد في الكونسيرفاتوار يقرأ عندي، مد لي البورتابل نتاعو قال لي مسيو من نهار اللي سمعتنا موسيقى ياني ويانا وليت ديما نسمع فيها خاطرها موسيقى متطوره، يانا ما كنتش نتصور اني باش تلقى صدى، هو راهو فما عشرات كيفه وفما ناس اللي تمسهم الموسيقى الحلوه والموسيقى الجميله تمسهم فيتاثروا يقعدوا يرقاو بالذوق العام نتاعهم، او شخلى سي زبير يدخل معنا في الاستوديو وينسجم ويبدا اكتشاف. انا قلت لك برا سمعت صوت ملاك يا ملاك وانا نحبها برشا الاغنيه هذه ونحب الهادي قلال كما قلت نحن نحب المقامات التونسيه وهذه مقام البياتي نحبه برشا، وسمعت الاخت تغني ما شاء الله عليها صوت جميل جدا ورائع، هذا نقولهم بدون مجامله والاطراء ورمي الورود، من الاصوات الجميله جدا جدا اخويا سفيان يعطيك الصحه، الله يبارك لك، هذيك اكتشاف وبنتي و... ان شاء الله ما توصل، ان شاء الله تواصل، ان شاء الله تواصل، ما تعملش كيما عفوه جلوس صراحة صوت جميل جدا صحيح. ولكن ما نعرفش ويني، ما نعرفش ويني عفوة جلوز قابلتها قلت البارح بالصدفة وتسلم عليكم، ولكن خذيتها مشاغل الحياة وفي وقتها عفوة جلوز على مسؤوليتي الشخصية ما فماش شكون يغني كيفها في تونس، خاصة الدور عندها دورة ما دورة من بشير السالمي من كتري وجدي يعني حلو ياسر حلو بشير السالمي حلو. تفكر سيدة توا منذ قليل قلت لك اللي الصياغه بتاع اللحن بتاع رضا القلعي وقت لحن البساطه قلت لك على معزوف اسمها محبوبه باش نسمعوها مع بعضنا، نحب نهديها الى كل المستمعين وبالخصوص الى اخويا زبير العياري، هديه خاصه محبوبه ليك ولكل المستمعين.
إذا مع محبوبة رجعنا لكم مرة أخرى من جديد، ونحن ما زلنا في الاستماع إلى برنامجكم مع مايسترو. مع المايسترو. مع المايسترو من الأربعة للستة متاع العشية على الحياة فام. مع المايسترو. إذا إن شاء الله ديما نجيب لكم شخصيات موسيقية اللي تتفاعلوا معها، ويسعدنا أيضا اقتراحاتكم. إذا تحبوا نستضيفوا مايسترو أو نحكيه على مايسترو كان موجود معنا وفارقنا، وإلا حتى مايسترو ما هوش من تونس، عنا الإمكانية باش نتصلوا ببعض الوجوه المعروفة كما الأستاذ سليم سحاب من مصر، ممكن نحكيه معه عبر سكايب، والفنان المايسترو الكبير ماجد سرور ممكن نحكيه معه أيضا أن طونك مايسترو في دار الأوبرا المصرية. إن شاء الله تجمعنا بيهم لقاءات في القريب، وتم إذا عندكم مقترح نحن كلنا أذان صاغية على صفحة الإذاعة متاعكم، صفحة إذاعة الصحة بالقيروان الحياة أفام. توا نحب نعرج على الجانب الأخير من شخصية رضا القلعي، وهي الفترة اللي توجه فيها إلى المهج، يعني في آخر حياته مشى إلى فرنسا وقعد فترة كبيرة في باريس، وخدم في كثير من الأماكن في باريس قبل أنه يرجع لتونس. ولكن قبل ما يتوجه لباريس رضا القلعي كان في ضيافة الزعيم لحبيب بورقيبة في عيد النصر سنة 56، وألف ولحن أغنية حلوة برشا كنا نعرفوها وبرشا يعرفوها، وهي أغنية حبيبي يا مجاهد على وطنك ألا يا زعيم على فكرتك، وكانت يعني حلوة برشا وأهداها للزعيم في عيد النصر اللي عام 56. تتذكرها سيدة اللحن نتاعها؟ أغنية حبيبي يا مجاهد باش نسمعوها من عند سيدة، وربما نسيتها. حبيبي يا مجاهد على وطنك ألا يا زعيم على فكرتك. إذا كان أيوة. شعبا ينادي عليك بلادا وشعبا ينادي عليك ألا يا زعيم. هاي حلوة حلوة ما شاء الله. تلاقحت الأغنية ذي مع أغنية مصرية أيضا أخي جاوز الظالمون المدام للفنان رضا القلعي، اللي أيضا عملها بمناسبة خروج المستعمر عن الأراضي المصرية، وكان فيها تشابه حتى شوية في الجمل الموسيقية، ولقات الاستحسان الكبير من الكثير من المتابعين في تلك الفترة. بالنسبة سفيا نحب ماذا بينا تحكي على شادلي أنور، معناها كشخصية موسيقية. شادلي أنور ما شاء الله في خلال بحثي الأيام على الألحان اللي قام بها رضا القلعي نلقى ما شاء الله سيد النعم ويوسف ميمي اللي نحللهم، نلقى ما شاء الله من التراث الموسيقي روعة روعة، يعني غزير جدا نتاجه. صحيح أي إن شاء الله نبرمجوها. ليش ليه برمجوا راك يقولوا مايسترو؟ توزيع يعني توضيح للسادة المستمعين، راه مش كل انسان يلتيا لباجيت ويقف سيرسان ويقول ان دو تروا كات ويعطي لاتاك للفرقه هو ذاك المايسترو. ليه المايسترو نقصدوا به كل انسان اشرف على عمل واتقنه واخرجوا اخراج حلو وبلغوا يعني بشكل نظيف وحلو للمستمع، عنده يعني مايسترو اللي لحن الاصوات اللي حبهم يوسف ميمي ونعمه هو. أي. وأول أغنية لحنها النعمة، أول أغنية لها هي شادلي أنور 1958، أنا قلبي ليك عطيتو علاش تخون وتغدر بيه. بالله إذا وقت تعمل تقدم شادلي أنور قضية سمحالي تعجبني برشا. بحول الله هذايا إن شاء الله وعد، إذا عملنا إن شاء الله بإذن الله شادلي أنور تكون هذه الأغنية، نتواصلوا إن شاء الله مع بعضنا. توا باش نحب في ختام هذه الحصة نسمع منكم كل حد كلمة الختام والتحية اللي يحب يوجهها، وكلمة حرة ليكم انتم ضيوفي الكرام وعزيزين مكرمين. نبدأ بأختي السيدة على يميني، كلمة ليك. شكرا، اولا شكرا على الاستضافة. عفوا. وميرسي، شكرا ليك انت. وشكرا لإدارة حياة الحياة اف ام
زهرة الحياة، وانتوما زهرات الكل الكلكم الكل نواجههم لي والفريق اليوم على الاستقبال الحلو سيف الدين أيمن معنا الكل اللي في الإدارة الكل نحييهم قدم لهم تحية. مرحبا بسي زهير اللي امتعنا بصوته لصوته المزيان صوته حلو برشا اكتشفناه اليوم والله اكتشفته أنا اليوم الحقيقة نعرف وسيلة سي زهير لكن زبير لكن ما نعرفش اللي هو يغني. نحب نشكرهم الكل الحقيقة الإذاعة البون رغم عندكم إذاعة أخرى وأنا أقولها الإذاعة الوحيدة في حياة اف ام اللي استضافتني مرتين فشكرا شكرا شكرا لإذاعة الحياة اف ام على الاستضافة اللي مرتين معناها مرة في منتدى الحياة ومرة مع المايسترو. ونحب نقدم تحية لكل المستمعين يا سونيا نحب نقدم لك تحية سونيا المرابط سمية المرابط ووسيلة ونحب نقدم تحية لصديقتي العزيزة أميرة زيدي في إذاعة الشباب وكل الأصدقاء المستمعين. يعطيك الصحة ونحن اللي تشرفنا ونحن اللي زادنا نور وزادنا شرف وجودك معنا ويعطيك الصحة على باقة الورد الجميلة شكرا. الفواحة اللي هديتها لنا وهذا من لطفك ومن رقتك ومن حسن عشي. أخلاقك عشي. وهذا مش مجاملة ويعطيك الصحة وربي شكرا. فضلك شكرا. ويعطيك الصحة وتشرفنا في كل وقت لإذاعة إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن وإن شاء الله ديما إذاعة الحياة نحو الأفضل وإن شاء الله إذاعة الحياة تكون معناها للكامل كامل الجمهورية. علاش ليه والله صدقني أنا نتمنى أمنيتي أن حياة توصل لكامل الجمهورية كما جوهرة اف ام كما موزايك كما شمس اف ام معناها نحبها توصل إن شاء الله على خاطر بالحق فيها برمجة برامج حلوة على الأخر وخاصة الناسها اللي يعملوا فيها بالحق أخلاق لا ناس طيبين أخلاق عالية على الأخر صحيح. هاتك الصحة نعديوا الكلمة تول رانيا تفضل كلمة اللي كنتي عايش. أنا زادة سعيدة بوجودي معاكم في الحياة فين في برنامج المايسترو والحلقة الثانية المخصصة للفنان الكبير رضا القلعي الله يرحمه. سعيدة زادة أني تعرفت على شخصية كيما مدام سيدة يا سيدة محليك قديشها بحبوحة قديشها أنيقة وجبت لنا الورد ذي كله يدل على أنها إنسانة راقية يا عايش كي فضلك يا سيدة يعطيك الصحة ربي فضلك زبير. أنا باش نعطيك التحية وخاطر باش يأذن المغرب توا اذا يعطيك الصحة خويا زبير نقفل معك انت قبل رفع اذان المغرب خويا زبير تفضل. نتمنى المايسترو هذه النجاح والتوفيق والتألق وهو برنامج جدا ممتاز واليوم تشرفت اليوم اختي السيدة وكذلك رانيا اختي السيدة اليوم اللي كانت بحق وردة هي جابت الورد شكرا يعطيك الصحة. الى اللقاء نرفع لحضراتكم اذان صلاة المغرب الى اللقاء السلام عليكم تصبحوا على خير.